اهلا وسهلا. انا اسمي برندن هانرهان وانا طالب في جامعه هارفارد. اليوم ساناقش معكم معلومات سيرات المستكشفين. الاول تعلمت عنه في مدرسه الابتدائيه بسبب له الاسم نفسي هو برندن الملاح. الثاني هو ابن بطوطة وتعلمت عنه على يد مقالة في كتاب الكتاب في تعلم العربية. الواحد كان قديسا، الأول الآخر ليس قديسا بالضبط، لكن كلهما كان شخصيا مهما في تاريخ الاستكشاف. الأول برندن، ولد برندن الملاح في سنة 84 في بلدة فتة تراوي في إيرلندا. في حقيقة الأمر المؤرخون لا يعرفون كثير عن مرحلة طفولته، على إننا عرفنا أنه قام برحلة طويلة مع ربان آخرين. اليوم لا نعرف سواء قصص رحلته كان صحيح أو خيالي، لكن القصص هو من طراز الأول. سافر برندن إلى عدد من الجزر في محيط الأطلسي، يسجل مناظر ويهاجم الوحوش ويستكشف الأراضي الجديدة. بعض الناس اليوم يؤمن إنه قطع المحيط الأطلسي كامل وإنه وصل في أمريكا، في أن واحد مؤرخ صنع القارب الذي برندن قاده اسمه كوراخ وأهبر من إيرلندا إلى أمريكا. ممكن برندن كان الأول من الأوروبيين أن يصل ويمشي في أمريكا. برندن الملاح كان رحالة سافر مكان إلى مكان بقارب، لكن ابن بطوطة سافر في كل إنحاء العالم على أقدام. امتدت رحلته من المحيط الأطلسي إلى بحر الصين في الشرق، وهو يعتبر صاحب الفضل الأول في استكشاف المناطق جنوب الصحراء مثل مالي ومدينة تمبكتو. اشتهر ابن بطوطة بكتابه، فيه حفظ لنا معلومات كثير عن أحوال الشعوب من جنوب الصحراء، وتعلم ابن بطوطة كل هذه الأشياء لأنه مدى زمنه يعيش بين الناس ويرحل مع قوافل ويجول في الأسواق. مع أن ابن بطوطة لم يفضل واحد زوجة فقط، فأن له 23 مرة و70 والدان وبنتان. وهكذا ابن بطوطة وزع أطفاله وأهله من غرب إلى الشرق. هذان مستكشفان كان بالإضافة إلى رحلتهما مهم جدا في تراث الإسلامي والإيرلندي، لأنهما نشران عادتهما إلى مناطق غريبة. خلاص، شكراً.